جيت للستارت اب على ود باش نطرح الفكره ديالي. الفكره ديالي هي عباره عن تاسيس وخلق واحد الشركه اللي كتلعب دور الوسيط بين الشركات الكبرى والمقاولات الكبرى والشركات الشبابيه والمقاولات الصغرى، لان كنعرفوا حنا في المغرب المقاولات الصغرى عندنا كلها كتعاني من مجموعه ديال المشاكل، بحال انهم ما كيلقاوش لي مارشي ديالهم وما كيلقاوش اللي يعطيهم لي مارشي، وكيعتبروا هذاك لي مارشي حكر على على مقاولات وشركات كبيره. بالتالي حنا الشركه ديالتنا غتلعب دور هذاك السمسار اللي كيجيب هو لي مارشي، ولكن نعتبروا حنا سمسار مقنن اللي هو شركه يعني قانونيه، هي غتجيب هاد لي مارشي هادو وغتحاول غتحل لنا بزاف ديال المشاكل، تجيب لي مارشي للمقاولات الصغيره والمتوسطه وما تخليهمش يبقاو يفكروا انه راه مجرد ما كيديروا المشروع ديالهم كيعانيو من المشاريع ما كيلقاوهاش، وبالتالي هاد الشركه كتوفر لهم بزاف ديال الحوايج، بحال كتوفر لهم مثلا لي برودوي ولي فورنيستور اللي كيعطيهم لي برودوي باش يخدموا ريتا ما يساليو لي بروجي ديالهم كيتخلصوا فيه، كتوفر لهم لي مانوفر. حنا كما كنعرفوا في المغرب ديال لي سوسيتي كتبغي المانوفر كتبتدي كما كنقولوا بالدارجه الموقف، حنا كنوفروا ليه هاد لي مانوفر عبر هاد السوسيتي هادي، وبالتالي ما كيبقاش شي واحد كيرجع يعني اغلبيه الشباب ملي كياسس المقاوله ديالهم وما كتخدمش ليه كيرجع للعالم ديال البطاله وكيرجع يقلب على خدمه، وبالتالي كنصدقوا حنا كنرجعوا للمشكل من الاساس ديالو. بالتالي هاد الشركه غتوفر علينا بزاف ديال الحوايج اللي يعني نتجاوزوا البطاله وغنخلقوا لهم المشاريع ديالهم، وبالتالي غادي نخدموا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا.